منشط تاني بيقول عندنا مخرج يرفع دعوى ضد نجمة سينمائية اللي يمنع اشتغالها بالتمثيل. ايه بقى قصة المنشط ده؟ ده هقول لك حاجة. نعم. ولو ان مش عايزة كنت اتكلم فيها لان الله يرحمه بقى الاستاذ حسن الامام. اي. هو استاذ حسن اول ما طلعني فيلم عواطف عمل معايا عقد احتكار. احتكار. ان ما اشتغلش الا من خلاله. وان ياخد 20% او مش عارفة 15 او 10 مش فاكرة المبلغ كام. من اي فيلم اعمله. زي ما بيحصل في المتحدين في حتى في اوروبا دلوقتي، يبقوا الممثل تبعهم يشتغل في اي حته بياخدوا نسبه. فاللي حصل ان انا بصيت لقيت نفسي قاعده وما بشتغلش. استاذ حسن يزهر كان بيضرب ارقام بقى ايه رهيبه جدا. فما بشتغلش. بشتغلش خالص. ورغم اشتغلت يمكن فيلم بعديه او اي حاجه او اما عملت حب حتى العباده وده جيت اديله النسبه رفض. ما خدهاش كمان. فانا لما عرفت ان بيطلب غالي ليا ما بطلبش مع ان كنت بعد احنا التلامذه مكسره الدنيا طبعا. اما جالي البنات والصيف فمضيت العقد من ورا. الفيلم اللي عمل لك كل المشاكل. كل المشاكل كله. فمضيت العقد من ورا. من ورا. فهو سمع الحكايه دي رفع عليا قضيه. قضيتين. يوقفني عن العمل ويطالب بتعويض. كويس. وقتها حليمه الله يرحمه قال لي ما لكيش دعوه. لان انا كنت راقده وقتها، كنت عيد في الدفتريا وراقده 3 اشهر وحاجات زي دي. قال لي ما لكيش دعوه، وقف لي الاستاذ مجدي العمروسي يرفع اول قضيه يكسبها. فكسب اول قضيه ليه؟ ان انا كنت قاصر. ومين اللي مضى العقد؟ بابا. فكسبنا اول قضيه. طب وبعدين بقيتي يعني مش قاصر بقى وقتها؟ كنت مش قاصر بقى؟ لا كنت لسه قاصر. انا تميت 16 سنه في البنات والصيف. في البنات والصيف تميت 16 سنه. فجي الاستاذ حسن سحب بقى القضيه الثانيه. واشتغلتي بعد كده معاه؟ اشتغلت كتير. انت كتير اشتغلتي مع الاستاذ حسن؟ مع الاستاذ حسن ومع مدام هند. ومع حسن يوسف، كنا احنا الثلاثه تملي معاه. ايمانك بحسن الامام او اقتناعك بيه كمخرج، كنت حاسه ان هو الوحيد اللي ممكن يقدمك وبصوره قويه يخليكي نجمه كبيره في السينما؟ شوفي انا بالنسبه لي كانت فرصه طبعا في المعواطف. كانت فرصه. وما اقدرش انكر ان الاستاذ حسن مخرج كبير وطلع نجوم كبار جدا. لكن انا يمكن هقولها لاول مره. انا استاذ حسن ما ادانيش الفرص الكبيره اللي يخليني نجمه كبيره. ليه؟ انت عملتي معاه فيلم شفيقه القبطيه وكان دورك تحفه. ده بعد ما بقيت زيزي. اشتغلت كتير. وامرأة الهامش برضو بعد فترة. انما في الاول لا. لا.